الأهلي أداء ونتيجة في ملعب الزمالك 3-0. وهقول لحضراتكم التشكيل اللي ابتدى بيه النادي الأهلي. كان ابتدى النادي الأهلي في حراسة المرمى بمصطفى شوبير، خط دفاع فارس طارق وعادل زينهم وابراهيم السيد ومحمد شكري، في الوسط محمد فخري واحمد السيد ومحمد نصير وزياد طارق وليد مصطفى، وفي خط الهجوم مصطفى فوزي. كان احرز الاهداف اهداف النادي الاهلي محمد شكري وعادل زينهم ومحمد فخري. اكيد الفرحه حلوه والمكسب حلو، لكن هنروح دلوقتي بقى للمدير الفني كابتن عمرو انور اللي هنبارك له، هنعرف تفاصيل اكتر عن لقاء اليوم. الف مبروك يا كابتن عمرو. الو كابتن عمرو، الف مبروك. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك يا سام، ربنا يبارك فيك، ربنا يخليك. نتيجة رائعة النهاردة 3-0 على منافس كبير نادي الزمالك، ولكن المباراة كانت في ملعب 100 عوبة في نادي الزمالك. طبعا مباراة صعبة جدا. أنا بس في البداية طبعا يعني حابب الأول أبارك لجمهور النادي الأهلي ومجلس إدارته وجهازه الفني بتاع الفريق الأول على فوز بالسوبر، وببارك للعيبه بتاعتي النهارده كمان فوز على نادي الزمالك الثلاثيه على ملعبه ووسط جمهوره، تكمله للسياسه اللي ماشي عليها النادي وللنهج اللي ماشي عليه النادي. وان شاء الله باذن الله السنه دي هتبقى سنه سعيده على كل القطاع الموجود في النادي من الفريق الاول لحد قطاع الناشئين ان شاء الله. ان شاء الله. اكيد كان في المحاضره وانت بتتكلم في محاضره للعيبه قبل المباراه كابتن عمرو، اكيد اتكلمت عن مباراه السوبر، وكانت اكيد يعني ممكن يكون في دفعه كبيره للنادي الاهلي من خلال مباراه السوبر، واكيد اللعيب شافتها وشافت يعني فوز النادي الاهلي 3-2 على الزمالك. اكيد اكيد، ويمكن حتى هو النقطه اللي انت اتكلمت فيها دي، انا يمكن قلت للعيبه ان الفريق الاول بتاعنا لسه كسبان الزمالك بطوله كبيره وبطوله مهمه زي بطوله السوبر، وانتوا هتواجهوا صعوبه كبيره جدا من فريق الشباب اللي هو الفريق التابع للفريق الاول. مش معقوله ان هو يعني هيسمح او هيقبل ان انت تكسبه على ملعبه ويبقى الفريق الاول خسران وفريق الشباب كمان خسران. فاللعيبه صراحه الحقيقه كانت على قد المسؤوليه وكانت على قد الطموح بتاعنا احنا كجهاز فني وكلعيبه ان احنا نعمل حاجه كويسه السنه دي. اللعيبه كان في تركيز كبير جدا، كان في التزام وانضباط كبير جدا في الملعب النهارده، ويمكن هو ده اللي خلانا يعني وساعدنا بشكل كبير جدا ان احنا نقدر نطلع بالنتيجه الكبيره بتاعت النهارده دي. لان انا برضه انا عايز اقول لك يعني احنا لعبنا برضه في يعني ملعب، انا من وجهه نظري ملعب مش عايز اقول سيء، نجيل صناعي يا كابتن عمرو، لعب عليه مباراه اهلي وزمالك في قمه الشباب، يعني الملعب نجيل صناعي مظبوط كده؟ نجيل صناعي وجيل صناعي يعني درجه متاخره شويه، يعني مش عايز اقول يعني ممكن يكون درجه ثالثه تقريبا او حاجه، لان هو الملعب صراحة أرضيته ما كانتش كويسة، ويمكن ده خلي بالك خد مننا حوالي 10 أو 15 دقيقة في بداية المباراة. طب أنا عايز أخدك بقى لسيناريو المباراة يا كابتن عمرو. المباراة النهاردة مشيت إزاي؟ أنا زي ما بقول لك كده، يعني إحنا أول 10 15 دقيقة كده كان يعني الوضع التكتيكي بتاعنا كان جيد، ولكن الوضع الفني ما كانش كويس، لأن بقول لك أرضية الملعب ما كانتش كويسة جدا. بس الالتزام اللي كانت اللعيبة عليه النهاردة والانضباط اللي كان موجود عليه والالتزام بالواجبات، كل لعيب ملتزم بواجبات مركزه، هي دي اللي ساعدت ان احنا نعدي اول ربع ساعه دي. لان انت عارف اي فرقه بتلعب على ملعبها وعارفه الملعب بتاعها وحافظه الملعب بتاعها، بتنزل ضغط عليك شويه، بتنزل متحمسه شويه، بتنزل عايزه تجيب هدف مبكر. وده كان يمكن حاجه من الحاجات اللي انا يعني اتكلمت فيها في المحاضره بتاعت المباراه، ان احنا لازم اول 10 12 دقيقه دول نكون متماسكين جدا، نكون واقفين على رجلينا ونكون ملتزمين بالواجبات الخططيه بتاعتنا. وهو ده اللي حصل. ومع مرور الوقت ابتدى بقى الاستقبال بتاعك يبان، ابتدى شغل الجناب بتاعك يبان، ابتديت توصل للجول. يعني احنا قبل ما نحرز الهدف الاول ضيعنا جولين يعني مؤكدين، فرص شبه يعني فرص شبه مؤكده. الهدف الاول جه في الشوط الاولاني يا كابتن عمرو. نعم. الهدف الاولاني جه توقيته في الشوط الاولاني؟ جه يعني جه تقريبا في حوالي الدقيقه 37 او 38 كده في الشوط الاول. تمام. يعني اتعملت هجمه مرتده سريعه جدا ومنظمه جدا، وقدرنا انها بشكل كويس في الجول. اتكلمت مع اللعيبه من الشوطين ان احنا متعدين، ان احنا مش كسبانين، ان المباراه لسه ما خلصتش، لسه في 45 دقيقه هتبقى محتاج فيها مجهود اكتر، محتاج فيها تركيز اكتر، محتاج فيها التزام اكتر، محتاج فيها ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا ما افقدش الكوره، احاول ان انا انهي الهجمه بشكل سليم على المرمى. الحمد لله اللعيبه ادت الشوط الثاني كان على اعلى مستوى فنيا وتكتيكيا صراحه،
قدرنا ان احنا نحرز هدفين في يعني هدف في بطاطا في الشوط الثاني وهدف في الدقيقه 35. يعني كان تويتات برضه بتاعت الاهداف ساعدتنا كويس جدا. وبعد كده حصل بقى الاستحواذ بتاعنا في الملعب على اساس ان احنا خلاص ما نوصلش فريق الزمالك لل 18 بتاعنا او يبقى في اي خطوره على المقاطعه بتاعنا. الحمد لله قدرنا ان احنا اخر ربع ساعه دي نأدي بشكل جيد جدا جدا، نستحوذ على الكوره بشكل كبير وننهي المباراه بثلاث اهداف نظيفه الحمد لله. يعني تمام. السنه اللي فاتت يا كابتن عمرو يعني توليت فريق شباب النادي الاهلي، لكن كان فريق 97 حسمت معاه البطوله وما شاء الله السنه اللي فاتت اديت اداء رائع. طموح الكابتن عمرو او خطه الكابتن عمرو السنه دي ولكن بقى مع فريق 99 ايه السنه دي؟ والله بص انا بجتهد وبشتغل وعندي مجموعه الحمد لله جيده من اللعيبه، اللعيبه عندها طموح كبير جدا وعندها رغبه انها تثبت وجودها وانها تعمل حاجه لنفسها وللنادي. اعتقد احنا كجهاز فني مع اللعيبه مع طموحنا اللي هو اللي موجود ده اعتقد ان شاء الله باذن الله ان احنا هنقدر نعمل حاجه كويسه للنادي السنه دي ان شاء الله. طب طمن بقى جمهور النادي الاهلي على المواهب الموجوده في 99، يعني انا ما شاء الله بشوف دلوقتي كان في النهارده في حراسه المرمى مصطفى شوبير، في فارس طارق، عادل زينهم، ابراهيم السيد، محمد شكري، وخط الوسط محمد فخري واحمد السيد ومحمد نصير، زياد طارق، وليد مصطفى، مصطفى فوزي، دول اللي شاركوا من بدايه المباراه. تم استبدال الشوط الثاني لعب احمد الشامي بدل مصطفى فوزي، مصطفى الياس شارك برضه الشوط الثاني، وعبد الرحمن مانو لعب الشوط الثاني. يعني طمن جمهور النادي الاهلي على اللعيبه الموجوده بقى والمواهب الموجوده ان شاء الله اللي ممكن تكون موجوده في فريق الاول خلال الفتره اللي جايه. يعني بص شوف انا قلت لك قبل كده انا مش هقول اسامي علشان اللعيبه برضه خلي بالك لعيبه صغيره ولما حد يعني بيخش في المود ده شويه ممكن يتاثر وممكن مستواه انما انا هقول لك بس يا اخي ان احنا النهارده واحنا بنلعب معانا اربع لعيبه مواليد 2000 والاربع لعيبه لعبوا النهارده والاربع لعيبه كانوا ممتازين وكل واحد ليه بصمه. يعني فارس النهارده ده لاعب مواليد 2000 واساسا هو باك رايت النهارده لعب مساك كان على اعلى مستوى كويس. زياد طارق بدا المباراه وكان اللعيبه المميزين جدا اللي كانوا موجودين في الملعب. احمد الشامي لما نزل الشوط الثاني عمل هدف ما يعملوش مهاجم درجه اولى، انا بكلمه في منتهى الامان. يعني تحرك باستلام بدوران بباص وصل محمد فخري، يعني كل ده عمله في كوره واحده، يعني انت فاهم قصدي؟ مصطفى الياس لما نزل قفلنا الجنب الشمال ده خالص، كان عندنا برضه فيه سنه مشكله شويه. فكون ان انت النهارده بتستعين بلعيبه اصغر سنه مع اللعيبه اللي موجوده وتقدر تعمل التشكيله دي والتوليفه دي، انا شايف ان دي حاجه ان شاء الله تطمن القطاع عندنا في النادي ويثبت للناس ان احنا الحمد لله ماشيين بخطه ثابته. هنقدر نمشي زي ما بقول لك دايما، نمشي في الخطين اللي هم المتوازيين ان احنا ربنا يكرمنا ان شاء الله ونقدر نحرز بطوله ولقب للنادي الاهلي، وفي نفس الوقت نقدر الحمد لله ان احنا نجهز لعيب او اثنين يقدروا يكونوا موجودين في الفريق الاول ان شاء الله. ان شاء الله ده ياخدنا يا كابتن عمرو. يعني اذا النهارده القوام بتاع مواليد 99 مش كله 99، انت بتستعين بعمليه التصعيد من قطاع الناشئين من مواليد 2000 و2001 وعمليه التصعيد دي مستمره ايضا برضو السنه دي. اه طبعا يعني ده طبعا ده سياسه النادي وفي تعاون تام ما بيني وما بين كابتن مدحت طه وما بين كابتن فتحي مبروك. يعني انا بقول لك النهارده اربع لعيبه موجودين والاربعه لعبوا والاربعه شاركوا، يعني فاهم قصدي؟ دي حاجه برضو تحسب للقطاع وتحسب للجهاز كله. احنا كلنا يعني زي ما بتقول شغالين ايد واحده، كلنا متعاونين جدا مع بعض، اي حد بيحتاج اي حاجه بيلاقي الناس كلها في ظهره وبيلاقي الناس كلها معاه، وده اللي احنا اتعودنا عليه وتربينا عليه في النادي. يعني انت اكيد انت عارف زي بالظبط اللي انا بتكلم فيه. تمام. دي المباراه الثانيه يا كابتن عمرو، المباراه الاولى كانت تعادل ايجابي مع السموحه 1-1، دي المباراه الثانيه فوز على الزمالك 3-0، المباراه القادمه مع مين؟ المباراه اللي جايه ان شاء الله هتبقى على ملعبنا مع نادي الاتحاد السكندري ان شاء الله. ان شاء الله. الحد اللي جاي باذن الله. ان شاء الله، كل التوفيق ليك يا كابتن عمرو والجهاز الفني، وان شاء الله تقدر برضو يعني تصعد لعيبه الفريق الاول وتحقق نفس النتيجه. بشكر الكابتن عمرو انور المدير الفني لمواليد 99 بالنادي الاهلي، ما شاء الله النهارده زمون لحضراتكم.